الحمد لله والشكر لله والفضل لله لهذه العمره، يعني عمره طيبه، والبلد الحمد لله كل سنه ماشيه موسعه. جينا 2018 وجينا 2022 لقيناها افضل من كثير، وكل سنه ما شاء الله، يعني كل الاهلي عنده جهد مبذول، ويعني حتى التنظيم وحتى الشوارع، يعني شغل كله شغل فيه مدد من الله الحمد لله. هذا يعني من وين في السودان؟ انا من ام درمان. يا اخي ام درمان يا اخي دي جميله والله. ايوه من ام درمان. طيب حاب تسلم على مين في ام درمان؟ والله يسلم عليك هنا 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 الجماعه موجودين، كل الشعب السوداني ربنا يوعد بهذه المنطقه، وربنا يسهل الامور ونولي من يصلح، ويجعل الاحزاب كلها تكون يد واحده، وتقدر تنتج الذهب وتقدر تبني بنيه تحتيه حقيقيه. ولا الدون محمد بن سلمان ده سنه واحده في السودان، خلوه يشتغل لنا بغادي، صلح لنا السودان ده شويه. يا ان شاء الله فيكم الخير، واحنا محمد محمد بن سلمان ما نعطي احد. اعطونا تبعنا. الله اكبر الله اكبر.